السياسي مصطفى بن جعفر أن المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة اتسم بتعددية تشاركية بين مختلف الحساسيات الفكرية والاجتماعية دون إقصاء. وأكد بن جعفر في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية أن الدستور الجديد للبلاد سيمثل صورة صادقة لطبيعة المجتمع التونسي ضامنا لحقوق وحرية كل فرد. في كتابة دستور يحفظ قيم الجمهورية ويصون المكاسب ويحافظ على الثوابت الأساسية للشعب التونسي ويضمن الحقوق ويؤسس لدولة القانون ويحقق استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ويؤمن التداول السلمي على السلطة. ولم يفوت رئيس المجلس التأسيسي الفرصة ليطالب المجتمع الدولي بمساعدة الشعب التونسي على استعادة الأموال المهربة في بنوك أجنبية. أن تساعدونا على استعادة حقوق الشعب التونسي في استرجاع الأموال المهربة في مختلف بنوك العالم من طرف عصابة الطغاة التي نهبت المال العام ومارست الفساد السياسي والإداري والمالي. وخلال محادثة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أكد بن جعفر أن المشروع النهائي للدستور سيعرض بعد 3 أسابيع بعد تدقيق صياغته من قبل خبراء في القانون الدستوري، مشيرا أن الهيئة العليا للانتخابات سيتم تثبيتها في غضون شهر ونصف.